الأحداث الأكثر دموية منذ عام 2015 شهدتها بلدة في شمال شرق بوركينا فاسو. مسلحون شنوا هجوما عنيفا على بلدة سولهان في إقليم ياغا المجاور للنيجر، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى في أكثر الهجمات الدموية في هذا البلد الإفريقي منذ سنوات. الهجوم بدأ باستهداف موقع لقوات تابعة للجيش، وهي مجموعة من المتطوعين للدفاع عن البلاد خصوصا في محاربة الإرهاب، وهي قوات شكلت في أواخر عام 2019 لدعم الجيش. وبعد مهاجمة الموقع العسكري امتد الهجوم إلى المدنيين في منازلهم التي أضرم المهاجمون النار فيها، وكذلك في سوق البلدة. ووسط توقعات بارتفاع أعداد الضحايا، صنفت السلطات منفذ الهجوم بالإرهابيين دون اتهام جماعة بعينها، كما أعلنت الحداد لثلاثة أيام. وعلى مدار نحو عامين أدى العنف في بوركينا فاسو إلى نزوح أكثر من 1,150,000 شخص، بينهم آلاف فروا إلى دولة مالي المجاورة هربا من هجمات المتطرفين.